إلى موضوع آخر، حيث يستعد إعلاميون وناشطون اليوم الأربعاء إطلاق حملة إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي إحياء لأربعينية الشهيد الشيخ عبد الله الباني الذي تم تصفيته في يوم عيد الفطر من هذا العام. وستنطلق الحملة في الساعة 8 من مساء اليوم الأربعاء تحت هاشتاج أربعينية الشهيد الباني، وتهدف إلى التذكير بقضية تصفيته داخل مصلى العيد في مدينة بيحان. كما تهدف الحملة أيضا إلى التذكير بالمطالب الداعية لإنقاذ القانون والإسراع في محاكمة العناصر التي ارتكبت الجريمة والقبض على من تبقى من المتهمين في القضية من عسكريين ومدنيين ممن خططوا وشاركوا في هذه الجريمة. ودعا القائمون على الحملة وسائل الإعلام والصحفيين والإعلاميين والمثقفين والنشطاء وأبناء الشعب كافة في الداخل والخارج إلى التفاعل مع الحملة انتصارا لدم الشهيد. إذن ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط السياسي السيد محمد الأحمدي. مرحبا بك سيد محمد. إذا هناك ترتيبات لإطلاق حملة إلكترونية إحياء لأربعينية الشهيد الشيخ الباني، يعني أولا لو تحدثنا عن الاستعدادات الجارية لإطلاق هذه الحملة وكذلك ما هي أهدافها؟ نعم ألو. نعم تفضل، سمعت السؤال. تفضل. لم أسمع السؤال. يعني هناك ترتيبات لإطلاق حملة إلكترونية إحياء لأربعية الشهيد الشيخ يعني الباني، لو تحدثنا عن الاستعدادات الجارية لإطلاق هذه الحملة وكذلك ما هي أهداف هذه الحملة؟ نعم أخي الكريم، الحملة الإلكترونية هي تأتي في سياق المطالبة بالقبض على بقية القتلة من قتلة عملية تصفية الشيخ الباني، وهي أيضا تأتي تأكيدا لرفض مثل هكذا جرائم في محافظة شبوة. الهدف من هذه الحملة هو تأكيدا على التضامن مع أسرة الشهيد الباني، وتأكيدا على المطالبة بالعدالة، ومن أجل أيضا تسريع إجراءات التحقيق الذي يرى فيها الكثير شيء من الغموض من أبناء المحافظة بل ومن جميع أبناء اليمن الأحرار المتضامنين مع هذه القضية العاجلة. نعم سيد محمد، يعني لو تحدثنا كذلك يعني عن التطورات الجديدة في ملف قضية تصفية الشهيد الباني، هل من مستجدات في هذا الشأن؟ في الحقيقة نحن اليوم يمضي على عملية تصفية الشهيد الباني 40 يوما، يعني منذ يوم عيد الفطر المبارك إلى هذا اليوم، ومديرية بيحان بل محافظة شبوة تعيش فاجعة بتصفية شيخها الأستاذ عبد الله الباني. على الأسف الشديد 40 يوما لم يتم القبض على بقية المجرمون الذين باشروا عملية التصفية، 40 يوما لا يزال هناك العشرات من القتلة الذين يتبعون قوات دفاع شبوة، ليسوا في مكانهم الصحيح الذي مكانهم الصحيح هو السجون. 40 يوم لم ينل أهل الشهيد العدالة جراء ما حدث، هنالك غموض يكتنف التحقيقات، هنالك تهاون من قبل السلطات المحلية في المحافظة بشكل عام، هنالك خطاب تحريضي من قبل تيار مؤدلج مع الأسف الشديد داخل المحافظة يلقى رعاية تامة من قبل السلطة في المحافظة، ولم نلقى يعني أي إجراءات عملية تطمئن أبناء المحافظة تجاه هذه الجريمة. لم يتم القبض على بقية القتلة والمجرمون، لم يتم محاسبتهم. إذا مضى إلى هذا اليوم 40 يوما على هذه الجريمة ولم نرى أي إجراءات عملية، إلى متى ستتم المماطرة في مثل هكذا قضايا؟ وهناك نعم سيد محمد، إذن أنت تعتقد أن هناك يعني التفاف أو تواطؤ من قبل السلطة المحلية عن إنفاذ القانون في هذه القضية؟ بماذا يمكن أن نفسر مثل هكذا عمل أن يمر 40 يوم؟ نعم. ولا يزال جثمان الشهيد لم يوارث الثرى،
40 يوم لم يتم القبض على الجنان. نحن الآن أمام عملية تصفية مشهودة من جهة عسكرية معينة، من وحدات عسكرية معينة، من قتلة بأسمائهم معينون رفعهم أسرة الشهيد للجهات الرسمية لم يتم القبض عليهم إلى هذه اللحظة. نحن لا نتحدث عن قضية اغتيال لا نعلم من قام بها، نحن لا نتحدث عن قضية تم تدبيرها أو تنفيذها في ظلمة الليل أو في عتمة الليل أبدا. نحن أمام قضية موثقة بالكاميرا بالفيديو. نعم. لشيخ وداعية يتم. نعم، لكن هل هناك تحركات كذلك لأبناء القبائل مثلا هناك لمحاولة تفعيل القضية وعدم حرفها عن مسارها؟ إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال. الناشط السياسي سيد محمد الأحمدي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.